قضاعة العجعجة والغمغمة. لحظة يا سيادي، مرت عليكم؟ اي سيدي الدسوقي. ايوه. اي وين؟ بيقول خالي عويس وابو علي، يعني ابو علي. اي نعم. ثقيل بالياء جيم. اي نعم. المطعمان اللحمة بالعشج، يعني بالعشج. ابو حيدر كل ما شرعت فبيقلب الياء جيم. الناس دلوقتي بيقلبوا الجيم يا، يقولوا المسجد. بدل الجيم يقلبوها ايه؟ يا. هنا في الكويت كان الشيخ علي الجسار الله يرحمه يقول احنا اسمنا مكتوب على الدوار، الاولويه في القادم من اليسار، للقادم من اليسار، يعني من الجسار. لكن لا، هذا غير صحيح. فيه جيم لا تقلب ياء، زي مثلا الجامعة ما تقولش اليمعة، ولذلك يقولوا الأعايم. الأعايم يعني العجم، العاجم. صح. وانتم باللهجة المصرية شنو مولانا؟ لا احنا بينطقوها بالجيم والقاف. لا مرات يقولون يما. لا دي غير، احنا بنقولوا الجيم. الجيم الجيم تقلب ياء في بعض اللغة، دي بيسموها عجعجة قضاعة. كويس. فجاب لها البيت اللي انت سمعت. يقولون المصريين اليمة دي. اليمة؟ ايه. ايوه يمة. حتى هو مصر ما يقلبوا الجيم يا. اصابوهم من اليمة، فغشيهم من اليمة ما غشيهم. نعم. دال. شو يقولوا؟ دال اللي هم. دال. ده جيم. دال ويا وكده. ده دال. جيم بس. لا لا لا. عندنا صواعي. عندنا اي ثلاث. وبعدين الشمش، يقول الشمش. الشمش. لا ده كله صعيد. صعيد كله الشمش. جيرجا اللي بيقولوا كده. وطيمة. وطيمة يا سيدنا بلد الشمش. تمام. وطيمة بتقلب الجيم دال. تمام. وعندك احنا بنتجلع على حسك. نتدلع. صعيدة كله ده صعيدة. ودقيه ودلقيه ودلوكيت ودلوكيتي دلاجات يا سيدنا ولا ايه؟ ما ادري القطب الغربي. طبعا على تحورات للغة. لا استعينوا شيخ سهل العاد بعد. طبعا هذا البركة، كلهم بركة. شيء محصل. يعني انت مثلا اما تسمع مولانا اسمح لك بعض المؤذنين يقول ايوه لحظة اسمعوا سيد الراوي، أشهد أن محمد رسول الله، لأن كان في قبيلة بتنطق المبتدأ والخبر أو اسم إن، الجزئين يعني، تفتح الجزئين اسم إن وخبر. ما له اسم إن وخبره؟ في قبائل كانت تفتح الخبر زي الاسم، فتقول أشهد أن محمد رسول الله. ولذلك ناس كثير تعرف ان فيه ناس ويمكن يتحرج بتاع ان اخاها و لا دي غير دي واخا اخاها ما قالش واخا، ما قالش اخا اخيها. ايوه. تعرف ان فيه ناس موجهين. نعم. وتلاقيه يقول لك اشهد ان لا اله الا الله. المفروض طبعا اليال بالإضغام يعني؟ لا هي المفروض أن مش أن. أن إيه؟ مو مشددة. مش مشددة. فهو ينطقها يقول أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. فهي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن بمعنى أنه لا إله إلا الله. فيهاش إضغام دي يا سيدنا؟ الإضغام شيء، ده نطق، ده نطق التجويد. انا مره واحد قال لا بيقول الا اله الا الله. ايوه. الا انت يا سيد رفعت. ايوه. انا لما اجي اذن انا اقول ايه؟ الا اله الا الله. لما اجي اذن الا اله الا الله. ايه. ففيه ناس اللحن ماسك فيه يقول لك ان لا اله. يعني يقول ما يصير تقول اشهد ان لا اله. ايوه ما يصير. اشهد ان لا اله. موصول. زي الثانية لما يقول إنما أشهد أن محمدا رسول الله. الثانية أن إيه؟
شكرا سيدي. فين الناس علشان تثقيف الألسنة؟ عايز دورات ودورات.